خمسين عندنا طالب ايه؟ في كل نوع في ثلاثة، هنا عندنا واحد فقط. نيجي بالنسبة لطلاب الدم اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصة، عندنا الطالبة دنيا عادل السيد أحمد علي دي الأولى على شعبة علم علوم بمجموع 398 ونص، مدرسة دبيس الثانوية بنات الجديدة إدارة دبيس محافظة الشرقية. الأول على علم رياضة الطالب مروان وحيد عبد الله عواد بمجموع 405 ونص، مدرسة صلاح الدين الثانوية بنين إدارة مشتول السوق محافظة الإسكندرية الشرقية. طالبة آلاء أسامة خيرت عبد العزيز ودي الأولى على شعبة أدبي مجموع 405، مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات إدارة بنها محافظة البنورية. هنيجي لمدارس اللي هم الستيم متفوقين العلوم والتكنولوجيا، طبعا دول عندهم شعبتين اثنين فقط اللي هم علوم ورياضة. عندنا في المفروحين أدبي فقط، عندنا في الستيم علوم ورياضة، أما الدم فطبعا ده تبع الثانوية العامة في ثلاث شهور. وعندنا بالنسبة لمدارس الستيم الطالب الأول على علم علوم هو الطالب عبد الله محمد جابر قضي، طالب حصل على مجموع 665.4، طالب من مدرسة المتفوقين الثانوية بنين علوم وتكنولوجيا اللي هو إدارة أكتوبر محافظة الجيزة. الطالب الأول على شعبة علم رياضة هو الطالب عبد الرحمن محمد أدهم يحيى، طالب حاصل على مجموع 671.49، يعني ونص تقريبا، من مدرسة برضه المتفوقين الثانوية بنين علوم وتكنولوجيا إدارة أكتوبر محافظة الجيزة. وكده بقى طلعوا الأوائل. المشكلة بتاعتهم نيجي للإحصائيات